أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حاجة البلاد إلى خطط لخزن المياه وتطوير منظومة الري والسقاية وبناء السدود، بينما أوضح أن آخر سد بني في العراق عام 1985 مشددا على ضرورة بناء السدود لتخزين المياه ومعالجة انخفاض منسوب المياه في الأنهار. ما يتعلق بالتعامل مع دول المنبع هو يعتمد على الاتفاقيات الدولية ويعتمد على المعايير الدولية لإطلاق هذه الكميات من الماء أو أي مفصل من المفاصل الأخرى، بالتالي لا يوجد تشريع محلي يلزم الدول الأخرى، ولكن هنالك أعراف دولية وهناك اتفاقات دولية وهنالك رعاية أممية لالتزام الدول المتجاورة والمتشاطئة بإيصال كميات الماء وإيصال أي كمية تحتاجها المواطنين ضمن توفر الكميات الماء سواء في بلدان المنبع. نحتاج أن احنا كدولة عراقية مو تشريع لإلزام الدول الأخرى، لا لن تلتزم الدول الأخرى بتشريع محلي، ولكن يحتاج لنا خطط لمعالجة منظومة الري، منظومة السقي، بناء السدود. ما عدنا آخر سد بناء عندنا في عام 85، يحتاج لنا إلى خطة للدولة لبناء السدود، سدود حصاد المياه، سدود أيضا لخزن المياه، تطوير المنظومة المائية بشكل عام، واستمرار الضغط السياسي واستمرار الضغط الحكومي والنيابي على البلدان المجاورة لنا الالتزام بتسديد العراق أو التزامها بتوفير الحصة المائية المطلوبة للعراق وفق الأعراف الدولية وفق الاتفاق.